كان يجب انه يلعب للفوز، كان يجب انه يلعب ويبادر، لانه الهلال هذا ستايل الهلال، هذا اسلوب الهلال. اليوم هيون والبليهي عملوا مشاكل كبيره للفريق، تحمل الضغط كثير عطيف وسلمان، تحمل الضغط كل الفريق صراحه، لانه كل البناء اذا بدا بشكل خاطي راح يكون كل الفريق يعاني، كل الفريق حيستلم بشكل خاطي. لو لاحظنا البليهي اليوم وهيون اي كوره ترجع لعبد الله المعيوف المفروض انهم يوسعون الملعب ويفتحون الملعب، كانوا دائما للداخل كإيحاء بدون كلام او بالنظر لعبد الله المعيوف للعب الكره الطويله، ما كانوا يحاولون انهم يفتحون الملعب. انت لو فتحت الملعب حتفتح المساحه لعطيف، تفتح المساحه لسلمان، حتى عبد الله المعيوف يقدر يعطيهم، هم يقدرون يسلمون بشكل اريح لان في لاعبين حيتجهون معاك، لكن انت ما كنت تطلب الكوره، كان في زياده عدديه عليك، كان السد في الحاله الدفاعيه يلعب بالاربعه سته في منتصف الملعب. طيب. كان الهيدوس ونام كانوا ضاغطين بشكل كبير على 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 عطيف وسلمان، وكان يتم في دعم من الهاجري او جابي، لذلك كانت الزياده العدديه في المنطقه الحساسه ومنطقه المناوره للسد، هذا عمل تفوق كبير للهلال. كان دائما انت اذا شفت زياده عدديه في منطقه تاكد انك ممكن تصنع زياده عدديه في منطقه اخرى. طيب. اليوم البليهي وهيون لو فكروا شوي كان يمكن يبدون في الكوره. انا بالشوط الاول خصوصا وبدر الدقيقه 29 هيون طلع بكوره ومررها لجوميز، وهو طلع في الهجمه. انت اللاعب الفري، عطيف مراقب، سلمان مراقب، انت اللاعب الفري، انت اللي تطلع في الكوره. ايضا البليهي طلع في كوره اعتقد الدقيقه 44، انت اللاعب الفري لازم انك تشارك في الهجمه، ما تخرج من اللعبه وقت الهجمه، انت تمثل فريق كبير، تمثل فريق دائما عقليته لما يستلم الكوره يحاول يبني، يحاول يستحوذ، ما تخرج من اللعبه، كانوا يحاولون يخرجون من اللعبه يعني في انتظار استقبال اللعبه مره اخرى، وهذا كان شيء يعني لو لاحظنا في الهدف الاول عبد الله المعيوف وصل بجانب خط المدافعين لانه الموضوع هنا ما في احد، كان الموضوع انه هذا الخط فري للهلال يقدر يلعب اي شخص منه، وصل عبد الله المعيوف مرر تمريره للمساحه الموجوده لانه انت السد صانع زياده عدديه هنا ففي مساحات في الخلف، عبد الله المعيوف مرر تمريره هي اللي جاء منها الهدف الاول، فهذا اللي كان مطلوب. لو البليهي وهيون اليوم كانوا في الموعد في البناء، نعم. ما كان عانى عطيف وسلمان. طيب. هذه المعاناه الكبيره يعني.